السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي. في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حرارة الطقس بالمغرب، فإن شاء الله سوف نقدم لكم آخر تحديثات النماذج العالمية ابتداء من يوم غد الجمعة، وكذلك التوقعات قريبة المدى والبعيدة المدى بإذن الله. فأولا أخي أختي، إذا كنت تشاهد القناة لأول مرة فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا ونشراتنا بإذن الله، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك وشكرا لكم مسبقا. فيتوقع بإذن الله الفترة الصباحية من يوم غد إن شاء الله تكون أجواء مستقرة إلى قليلة زعماء أجواء حارة نسبيا في المناطق الداخلية وكذلك الأقاليم الجنوبية للمملكة، مع احتمال بعض العواصف الرعدية فوق المرتفعات الريفية بإذن الله تبقى ضعيفة ومتفرقة، مع طقس حار نسبيا قد تصل إلى 45 مع هبوب رياح نسبيا قوية على السواحل الجنوبية للمملكة. بالنسبة ليوم السبت كذلك في احتمال أن تكون أجواء نسبيا حارة واستمرار الطقس الحار القوي نسبيا، وكذلك مع احتمال بعض الزخش أو عواصف رعدية نسبيا فوق المرتفعات الأطلس تبقى ضعيفة ومتفرقة. بالنسبة كذلك في احتمال أن تبقى الأجواء بدون تغيير كبير، مع احتمال بعض الزخش أو العواصف الرعدية كذلك على المناطق الأطلس الكبير بإذن الله وسوس بإذن الله تبقى ضعيفة كثير ومفرقة، باحتمال بعض الزخات المطرية في الفترة المسائية. بالنسبة ليوم الاثنين كذلك فيتوقع أن تستمر الأجواء على حالها وطقس نسبيا حار، مع احتمال بعض العواصف الرعدية قوية على سلسلة الأطلس الكبير والمتوسط وكذلك الجنوب الغربي للمملكة. المناطق المعنية بهذه العواصف فهي تهلا وتازا وسكورة مدز وإفران والرماني وكذلك بإذن الله واتزم وخريبكة، وقد تصل حتى البروج وقلعة سرغنة وكذلك قدير بوعشيبة سيدي بوعشمان ومراكش وأمزميز وأوكيمدن وإمنشانوت وإيداوت، وقد تصل إن شاء الله كذلك حتى إتباها وإغرم. بالنسبة لباقي المناطق الأخرى كذلك أقليمية معنية بهذه الزخاش الرعدية، كذلك بالنسبة ليوم الثلاثاء فيتوقع كذلك بإذن الله ويحتمل أن تبقى الأجواء نسبيا مستقرة إلى قليل السحب ليوم الثلاثاء. بالنسبة للفترة المسائية من يوم الثلاثاء بإذن الله فيحتمل تشكل عواصف نسبيا قوية على المرتفعات الأطلس والمرتفعات الريف بإذن الله وخريبكة والمناطق المعنية خريبكة بني ملة وكيكو بإذن الله وتازة وتوريت وكذلك جرادة بإذن الله. أما بالنسبة ليوم الأربعاء كذلك فيتوقع أن تستمر الأجواء إلى حالها، مع احتمال بعض الزخاش الرعدية القوية مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، والمناطق المعنية بهذه العواصف نسبيا القوية هي الجنوب الشرقي للمملكة أو الشمال الشرقي للمملكة أو طاط الحاج وكذلك كيكو والرشيدية وكذلك ميسور بإذن الله ومعتركة ومرتفعات كيكو بإذن الله وخنيفرة وكذلك بني ملال وتبانت بإذن الله وبعض الزخات الضعيفة على التريوين. كذلك بالنسبة ليوم الخميس فيحتمل بإذن الله كذلك أن تكون أجواء نسبيا غائمة إلى قليلة السحب، مع احتمال بعض الزخات الرعدية في مرتفعات الأطلس الكبير تبقى ضعيفة ومتفرقة. بالنسبة ليوم الجمعة إن شاء الله فيتوقع بإذن الله استمرار العواصف الرعدية في سلسلة الأطلسين الكبير والمتوسط، مع احتمال زخات رعدية نسبيا قوية كذلك ابتداء من يوم السبت إن شاء الله فيتوقع بإذن الله، واحتمال أن تكون زخات أقصى شمال المملكة والشمال الشرقي والشمال الغربي ومرتفعات الريف والسواحل الوسطى الداخلية وكذلك السهول الأطلسية بإذن الله، مع احتمال بعض الزخات المطر.